استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم القبطان محمود يوسف المحمود رئيس تحرير جريدة الديلي تريبلون ورئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان الذي تشرف بإهداء جلالته كتابه ملك الإنسانية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي يستعرض الدور الرائد لجلالة الملك المفدى في المجالات الإنسانية ويوثق الإنجازات الهامة التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان خلال عهد جلالته الزاهر. قد أعرب جلالة الملك المفدى على ما بذله من جهد في إعداد وإصدار هذا الكتاب، مؤكدا جلالته رعاه الله أن المملكة تفخر بسجلها الحقوقي المتميز والذي يستند على نصوص دستورية وقانونية عصرية متطورة، وأن المجتمع البحريني تميز عبر تاريخه بسمات وقيم نبيلة في التعايش والتآخي والمساواة والتعددية. ونوى جلالته بالإسهامات الطيبة للقبطان محمود المحمود في مختلف الجوانب الحقوقية والصحفية والإعلامية، متمنيا له كل التوفيق في إصداراته القادمة. أعرب جلالته عن اعتزازه بالكفاءات البحرينية وما تواصل تحقيقه من إنجازات في كافة الميادين والمحافل، والتي تعكس المكانة الرفيعة لمملكة البحرين وما تحظى به من مكانة متقدمة وسمعة طيبة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد توجه القبطان محمود المحمود بخالص الشكر والعرفان لجلالة الملك المفدى على ما حظي به إصداره من إشادة، معربا عن تقديره لدعم جلالته الدائم للكفاءات البحرينية التي تسعى إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة ورفع رايتها عاليا على المستوى العالمي في عهد جلالته حفظه الله.